اليومين اللي فاتوا كان فيه كلام كتير قوي عن الإهمال الطبي، وخاصة بعد وقعة مارينا صلاح اللي طبعا أحدثت ضجة كبيرة جدا، خصوصا كمان بعد الكلام اللي اتقال عن أشعة الصبغة اللي بتتعمل على العين اللي أثارت ضجة كمان كبيرة. اللي نعرفه وزي ما بيتقال دايما أنه أي حد بيعمل أشعة بالصبغة لازم يعمل تحليل قبلها، وده كمان يعني اللي نعرفه أن احنا كمان نقدر يعني يبقى في رأي كمان للطب أنه ما فيش حد يروح يعمل ده إلا لما يكون كمان عمل الأشعة دي، يعني يكون عامل اختبارات الحساسية زي ما بيقولوا. طب أنا عايز أقول لحضراتكم كمان أن في بعض السيدات لما بيعملوا صبغة في الشعر بيكون عندهم نوع من أنواع الحساسية، وبيبقى مطلوب منها الأول أنها تجرب على جزء قبل ما تروح حتى لمجرد لمصفف الشعر الكوافير زي ما بنقول، لأنه ممكن يعمل لها حساسية ويورم الوش ويعمل حاجات. فإذا اختبارات الحساسية دي أصبحت مهمة جدا أن احنا نعرف جسمنا بيلفظ إيه أو بيتفاعل مع إيه، وده يمكن كمان اللي حصل، لكن الطب ليه رأي حاسم. خلينا نعرف مزيد من المعلومات على موضوع طبعا يعني اللي حصل مع مارينا صلاح، توفاه الله وطبعا يعني ربنا يرحمها، لكن خلينا برضو نعرف مزيد من المعلومات من دكتور شريف كراوية، أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث العيون. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. يعني عايزين نعرف بالظبط هل يعني قبل ما نعمل أي صبغة، لأنه طبعا ناس كتير بتروح الحقيقة بتعمل الأشعة بالصبغة ده كتير جدا في مستشفيات وفي أماكن كتير، هل مطلوب مننا أن احنا نعمل تحليل معين قبلها؟ يعني هو الكلام ده في الأيام اللي فاتت نتيجة اللي حدث، اللي أنا في البداية يعني بتقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيدة مارينا صلاح طبعاً. أسكنها الله فسيح جناته يا رب، وده أهم حاجة وهو ده اللي يهمنا طبعاً. بعد الحدث الجلل اللي حصل حصل بقى كلام كتير في أن لازم كنا نعمل اختبار حساسية لمادة أو لصبغة فلوروسين لكل عيان قبل ما يعمل إجراء تصوير قاعين. هي مش أشعة، هو تصوير قاعين بالصبغة. هو الموضوع مش بس تصوير قاعين بالصبغة، احنا بنستخدم الصبغات المختلفة بجميع أنواعها في حالات تصوير كتيرة جدا، زي مثلا الأشعة المقطعية وزي الرنين المغناطيسي صحيح. وزي قسطرة القلب وزي كل الأشعات تقريبا اللي على الكلى وزي الأشعات الأوعية الدموية اللي على الأطراف. تمام. فأقصد هو مش مقتصر على تصوير قاعين بالصبغة، يمكن أبسطهم هي مادة صبغة الفلوروسين اللي احنا بنستعملها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، البروتوكولات، لما نراجع البروتوكولات اللي في العالم نظم العلاج ونظم التصوير وإجراءات التصوير قاعين بالصبغة، ما فيش فيه اختبار حساسية بيتم بصورة منتظمة. ولكن المهم جداً هو ان انا يكون في مخي او في عقل الدكتور اللي قاعد بيصور ايه اللي هيقدر يشوفه في العيان، او العيان هيشكي منه يخليه يوقف تصوير او ما يصورش، وينور نور كده احمر، خد بالك ان ده ممكن يحصل له حساسيه مفرطه، وهنا بنوقف وبندي العلاجات اللي ممكن هقول لحضرتك عليها. يبقى الـ 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 العين لا ترى ما لا يدركه العقل. يبقى نمره واحد، الدكتور لابد ان هو يبقى على درجه وعي كامل بشكل باشكال وانماط حدوث الحساسيه المفرطه من صبغه الفلوروسين. دي نمره واحد. معلش يعني اكمل بس في النقطه دهيت. اتفضل. ده مش بس في الصبغات، مضادات الحيويه زي ما حضرتك عارفه ممكن تعمل نفس الموضوع بالظبط، عشان كده بنعمل حساسيه ودي اكتر. صحيح. بقى صحيح، دي اكتر، دي اللي لازم نعمل لها اي حقن بتتاخد، او حتى اقراص زي الاقراص بشقات البنسلين او اي نوع من انواع المضادات الحيويه لازم تعمل قبليها اختبار حساسية. ليه صبغة الفلوروسين مش بنعمل اختبارات حساسية فيها بصورة منتظمة ونريح نفسنا؟ لأن صبغة الفلوروسين أو تصوير قاع العيد بصبغة الفلوروسين ده من 1960، وتم تصوير ملايين ملايين الحالات،
فالخبرات المتراكمة من 1960 حتى يومنا هذا أثبتت أن في عدد كبير بيدينا أن المريض عنده حساسية مفرطة باختبار الحساسية للمادة وما بيطلعش عنده، والعكس سليم. اختبار الحساسية يطلع لي نيجاتيف سلبي، وأحيانه يروح جاي له صدمة من حساسية مفرطة. فبالتالي قالوا لا، غير ان لما بحقن صبغه الفلوروسين جوه الجلد او تحت الجلد، ده في حد ذاته له تاثير سام الى حد ما على الجلد اللي فوقيها. فممكن يعني يعمل في الناس الكبار، ممكن يعمل لي قرحه في الايد مالهاش. طب يعني علشان بس نحدد، يعني اذا حضرتك هنا بتقول انه حتى انا احيانا لو عملت اختبار الحساسيه ممكن ما يثبتش وقابل نفس المشكله وانا بعمل الصبغه تماما، ممكن يديني نتيجه هنا سلبيه. لازم يكون هنا وعي الطبيب، يعمل حساسية. يعني اذا هنا مطلوب وعي الطبيب، لانه لو كان حتى المواطن العادي عنده وعي وعمل زي ما حضرتك قلت التحاليل، هو في النهايه المواطن ده راجل بسيط، يعني ما هوش دكتور، وممكن الطبيب هو اللي المفروض يوجهه. يعني قبل ما يعمل تماماً. ده هيطلب منه التحليل، يعني أنا بس يعني او الطبيب زي ما حضرتك زي بنسال المريض في الاول اسئله مباشره، انت عندك حساسيه من اي نوع؟ ده ممكن انواع اكل بتعمل حساسيه تؤدي الى نفس الموضوع بالظبط. بس في بعض الناس ما بتبقاش عارفه يا دكتور، سي فود او جمبري او حاجه. صحيح. بيحصل له اختناق. صحيح. وبيقع على الارض. صحيح. بس في برضه بعض، خليني اقول لحضرتك، المستشفيات في مصر مليانه ناس بسيطه، ممكن ما يبقاش عارف هو عنده ايه ولا ما عندوش ايه. فاذا احنا لازم نقول ان الناس لازم تعمل، يعني كل طبيب لازم يقول له انت لازم هتعمل حاجه زي كده، يبقى لازم تعملي اختبار حساسيه. هل ده مفروض؟ هل ده اسلم؟ مش موجود في البروتوكول خالص ان كل مريض هيعمل تصويب الصبغه يعمل اختبار حساسيه. لكن انا بسال يعني، وبسال لو هو مش قادر يرد عليا اجابات قاطعه ان هو مثلا عنده ازمات ربو بتجيله، أو عنده حساسية من أنواع أكل، أو حساسية من بنسلين. التصويب بالصبغة ما هوش حاجة طارئة لازم أعملها دلوقتي حالا. تمام. خالص. تمام. يعني لو المريض في أي شك أن هو عنده أي نوع من أنواع الحساسية، هيتم تأجيله لمدة يوم أو يومين، يتعرض على استشارة حساسية ويرجع لي التقرير إذا كان آمن أو غير آمن. طب وده يعني ما بيحصلش. يعني أنا برضه هرجع أقول لحضرتك، أنا من سنة 1999 وانا بعمل انا اسف 1990 بعمل تصوير قاعين بالصبغه، فانا عملت حوالي ما يزيد عن 30,000 حاله. تمام. ما حصليش ولا حاله فيها حاجه من ده. ايوه. هو انا مش بقول ان هو مش ممكن يحصل، لا ممكن يحصل. أيوة وفي طبعًا. ناس، لانه في استثناءات يعني طبعا، ولكن الحل مش ان انا هعمل، لان بالخبرات المتراكمه لقيت ان اختبار الحساسيه ما لا يؤدي الى نتائج ايجابيه في حالات تصفيه قاع العين بالصبغه، لكن في حالات المضادات الحيويه مهمه للغايه. مثلا. طيب علشان القلق برضو اللي عند الناس يا دكتور، يعني اذا لو حد بيتعرض لنفس الاشياء، انت عارف كمان احنا بقى عندنا السوشيال ميديا والناس بترغي كتير والناس بتشتغل طب اكتر من الاطباء احيانا، فالناس تعمل ايه؟ يعني هل هنا الطبيب هو مفروض بياخد باله زي ما حضرتك قلت، هو بيعمل اي اختبار، بيعمل حاجه سريعه، بيبقى فاهم اللي قدامه ده عايز ايه؟ يعني ايه اللي تنصح بيه حضرتك؟ انا هقول لحضرتك، هي في حاجات خاصه بالمركز او المستشفى اللي بيتم فيها اجراء هذا الفحص. ايوه. يعني نمره واحد، لازم يكون جنب المريض تراي كده بيبقى فيه كل الاجهزه اللازمه وكل الادويه اللازمه واللازم استخدامها في حالات حدوث شوك او صدمه لحساسيه مفرطه من الصبغه. تمام. ودي كلها معروفة ومحفوظة ويبقى محطوط. لازم يكون في مصدر أكسجين 100% أقدر أن أنا أستعمله. لازم يكون عندي محاليل بتستخدم لدخل الوريد لتعويض موضوع هبوط الضغط. مظبوط. يبقى الحاجات دي نمره واحد لازم تبقى يعني موجوده، يعني نوع من انواع الطوارئ في اي حاجه تحصل. لازم يبقى موجود في فريق تدخل طوارئ. ده مظبوط. مجرد ما انا بعمل نوتيفيكيشن، اعمل ملاحظه في المستشفى ان الفريق ده يكون عندي،
في خلال 3 دقائق لازم يكونوا عندي حوالي 5 أعضاء، وكل واحد له وظيفة محددة بيعملها لإنقاذ حياة المريض. أكيد. ومفيش حاجة يعني والله يا دكتور، كل حاجة بتتلحق في الآخر. طبعا أكيد، بس وحضرتك بتشرح كده قلت لو كل مكان ماشي بالطريقة دي هيكون عندنا مشاكل قليلة قوي. فنتمنى أن اللي حضرتك قلت عليه ده اللي هو مزيد من الدقة، مزيد من الوعي، مزيد من الاطمئنان، وكمان نراعي أنه أهالينا وشعبنا الجميل اللي فيهم ناس من البسطاء لما بيروحوا ما بيبقاش عندهم كتير من المعلومات. المواطن ما هوش طبيب، فإذا على الطبيب، وأنا عارفة أن احنا عندنا أطباء عظام وعندنا يعني شغل في الطب عظيم، بيبقى محتاج وبيبذلوا مجهود مع أهلينا، ولكن مزيد من الطوارئ ومزيد أيضا من الحرص هيخلينا يعني يقي المواطن ويقي أيضا الطبيب. دكتور شريف كراوية، أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث العيون، بشكر حضرتك على هذه النصائح.